السلام عليكم ورحمة الله ومساكم سعيد مشاهدي ومشاهدي المنصة الخاصة بمحاربة الكورونا، المنصة الموحدة. نلتقيكم هذا المساء في تنوير جديد. وقبل أن أقدم المتحدثين في هذا التنوير أود أن أقول كلمتين. بالأمس أنا رحبت بالتحسن الذي طرأ في تعامل المواطنين مع الإجراءات. هذا لا يعني أننا وصلنا إلى أفضل ما يمكن عمله، نحتاج إلى مزيد من الجهد ومزيد من الانضباط من قبل المواطنين ومزيد من التوعية في أوساط المواطنين حتى نلتزم جميعا وحتى نخرج من هذه الجائحة بأقل الخسائر الممكنة. الشيء الثاني، هناك تساؤلات كثيرة في أوساط المواطنين حول هل سيتم تمديد هذا الحظر أم سيتم رفعه. الأمر الآن يخضع للدراسة من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة أولا، باعتبارها هي التي تعطي الرأي الأساسي في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك تأتي الآراء الأخرى الإدارية والفنية لتعزز رأي وزارة الصحة، ومن ثم سيتم الإعلان قبل نهاية الموعد المحدد للحظر في يوم 9 مايو عن ما إذا كان الحال هذا الحظر سيمدد أم لا. ولكن على الأرجح أن يمدد هذا الحظر لفترة أخرى، سيتم الإعلان عنها في وقتها. أيضا نقول أن التجمعات في أوساط المواطنين قلت بشكل كبير، خصوصا بعد أن انقشعت أزمة رغيف الخبز. لم تعد هناك صفوف أمام المخابز، وهذا ساعد كثيرا. أيضا تراجعت أزمة الغاز، وبالتالي لم يعد هناك الكثير من الصفوف من أجل الحصول على الغاز. ما زالت هناك بعض الصفوف في طرمبات الوقود، نتمنى أن تنتهي. وقد استمعنا قبل يومين إلى تنوير من وزارة الطاقة يؤكد أن هذه الأزمة في طريقها إلى الانقشاع أيضا، وأن هناك كميات إضافية قد بدأت في الوصول، وأن احتياجات السودان في مجال البنزين والديزل والغاز تم تغطيتها حتى نهاية الشهر ومنتصف شهر يونيو القادم بإذن الله. في بداية هذا التنوير يسرني أن نستقبل في المنصة في هذا اليوم الأستاذة ولاء البوشي وزير الشباب والرياضة، والتي ستقدم خطابا إلى الشباب بعد أن تحدث ممثل الشرطة قبل أيام عن ظهور بعض الدورات الرمضانية وعن منافسات تنظم في بعض الأحياء وتجمعات للشباب في الأحياء. لديها رسالة توجهها إلى هؤلاء الشباب، فلتتفضل الأستاذة ولاء البوشي. السلام عليكم ورحمة الله. أول حاجة رمضان كريم وكل سنة وإنتوا بخير. نحن عارفين نحن خلال الفترة الانتقالية بنمر بكثير من الأزمات وبكثير من المشاكل والتحديات، لكن حاليا بالنسبة لنا جائحة الكورونا هي من أصعب التحديات اللي بتمر بينا، لأنها بتتعلق بحياتكم إنتوا، حياة المواطن السوداني، ونحن ما عندنا أغلى من حياتكم. زي ما إنتوا عارفين إنه الفيروس ده هو عبارة عن فيروس نوع جديد، يعني لسه العلماء بيبحثوا عنه عشان يشوف طريقة تطوره والطريقة اللي بنتغل بها الفيروس، وإلى الآن ما وجدوا أدلة أو فاكسينيشن اللي هو تطعيم أو أي علاج لهذا الفيروس. فالفيروس لحد حسي يا جماعة إنه كيف بيقعد لحد كم؟ في دراسات كثيرة إنه الفيروس في الأسطح ممكن يقعد لساعات، ممكن يقعد لأيام، فإلى الآن خاضع لدراسة طويلة، ولحد حسي ما عندنا له علاج، ما عندنا له تطعيم. والفيروس ذاته لسه في مرحلة بتاع التحور، يعني هو كل ما له ممكن يغير شكله من شكل إلى آخر. لكن الحاجة الواضحة للفيروس ده إنه هو سرعة انتشاره كبيرة جدا، يعني ممكن شخص واحد ينقل لمجموعة كبيرة من الأشخاص. إحنا سمعنا كثير في العالم إنه في
قرى كاملة تم غلقها لأنه في شخص أصيب ونقل الإصابة لأشخاص آخرين. فسرعة انتشار الفيروس هي من أخطر الحاجات اللي بتواجهنا في محاربة هذا الفيروس. ونحن لو شايفين إنه تأثيره على الدول العظمى اللي هي اقتصاداتها قوية جدا وكل أنظمة الصحية متكاملة، عندهم المستشفيات، عندهم أجهزة التنفس، أصابهم ما أصابهم. يعني في بعض الدول الكبرى ممكن تكون عدد الناس اللي بتوفوا خلال اليوم يصل لثلاثة 1000 شخص، ودي هي نسبة كبيرة جدا. إلى هذه اللحظة معدل الإصابة في العالم أكثر من 3,700,000. لاحظوا هذا الرقم ده كبير قدر شنو، والعدد لسه ما زال ماشي. ونحن في السودان بدينا بحالتين، الليلة وصلنا ل 778 حالة. والحالات دي يا جماعة نحن لازم نعرف إنها هي في النهاية ما بتودينا الحاجة الحقيقية، لأنه لسه نحن ما فحصنا كمية من الناس، وكل ما نزيد الفحص الحاجات حتزيد. زي ما قلنا خطورته ما في علاج، ممكن يكون على الأسطح لمدة أيام. عشان كده العلاج المهم والأوحد إنه نحن يا جماعة نبقى داخل المنزل، وإنه نحن حتى لو اضطرينا نطلع نلتزم بالتبادل الاجتماعي، بالتباعد معلش، بالتباعد الاجتماعي. زي ما قال أستاذ الرشيد، نحن لاحظنا إنه في الفترة اللي فاتت كان في لعب كورة. يعني أنا الفترة قبل 10 يوم أو أسبوع كنت مرة في الحاج يوسف، لقيت في شباب بيلعبوا في كورة. الدورات الرمضانية حسي شغالة، الشباب بيلعبوا الكشتينة جنب الباب، بتلموا الفطور في رمضان. يعني اليوم نحن جنب البيت في ساحة الناس بتفطر مع بعض، هنا الناس بتستعمل نفس الأدوات، الكباية، الملاعق وغيرها. عارفين إن إحنا كنا بنمر بظروف بتحت الصفوف، بنمشي نلقى الناس مصطفة في صفوف الخبز والوقود، التسوق يعني حتى في السوبر ماركت بنلقى إنه في كميات كبيرة جدا من الناس داخل السوبر ماركت. وللأسف الشديد لاحظنا إنه كمان بيكون في أطفال معهم. المرض ده يا جماعة صعب جدا، وخطورته إنه لو أصاب الناس كبار السن نسبة النجاة نسبة بسيطة جدا. فنحن عايزين نسأل روحنا، هل نحن عايزين نواصل في لعبة الدورات الرمضانية ولعبة الكشتينة ونحن نقضي زمن كويس وفي النهاية نفقد ناس غالين علينا، ولا نضحي الفترة دي ونلتزم بالقعاد في البيت لكن السنة الجاية نكون تامين ولامين؟ نحن كل مرة في العيد بنقول إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين تامين ولامين، عايزين يا جماعة نكون تامين ولامين. تامين ولامين دي إنه نحن التجمعات مبطلة ونلتزم بموجهات وزارة الصحة اللي هي القعاد في البيت. لو اضطرينا نطلع للضرورة القصوى جدا، ولما نطلع لازم نكون لابسين الكمامة. لو ما عندنا كمامة لأنه ممكن تكون غير متوفرة، الطرحة، العمة، الشال، أي حاجة ممكن نحن نغطي بها الأنف نحن ممكن نستخدمها. أهم حاجة نعزل نفسنا من الناس الكبار لو طلعنا للخارج. ونحن عارفين يا جماعة إنه أي شخص يصاب بهذا المرض حيتم عزله، والعزل دي حاجة صعبة جدا على أهل المريض وعلى المريض نفسه. نحن كشعب سوداني احنا ناس حنينين وبنحب التواصل، شفنا زمان لما يكون عندنا شخص في المستشفى لازم نكون قاعدين معاه وننتظر برا. فعشان كده العزل ده ذاته هو تجربة حتكون قاسية جدا سواء للمريض ولينا كلنا. عشان كده أنا بكرر تاني إنه أحسن علاج لهذا الوباء وهذه الجائحة إنه نحن نظل في البيت عشان نحافظ على أحبابنا. طيب أنا رسالتي للشباب، لأصدقائي ورفقائي الشباب والشابات، يعني المرة فهد لما لقيت الشباب في الحاج يوسف قالوا لي نحن طيب زهقنا من قعاد البيت عشان كده احنا طلعنا لعبنا. انا قادر افهم انه شخص متعود على الحركة حتكون صعب عليه جدا نقول له اقعد في البيت، لكن يا جماعة نحن نعتبر دي فرصة نكتشف ذاتنا في كمية من النشاطات اللي احنا ممكن نعملها عشان نقضي بها اوقات الفراغ. مثال بسيط جدا، نتعلم اللغة الانجليزية. يعني احنا تعودنا في الفترة اللي فاتت نستخدم التلفونات، فيسبوك، انستغرام، كمية من التطبيقات. خلونا المرة دي نوجه زمننا نتعلم لغة جديدة، انجليزي، فرنسي وغيرها من اللغات. في كمية من المنصات اللي بتقدم كورسات مجانية، يعني عندنا كورسيرا، عندنا ادكس، عندنا يالي، دي بس كمثال. عندنا هارفارد يونيفرسيتي بتقدم كورسات مجانية، واحدة من الكورسات الجميلة جدا وانا نفسي القى زمن اتعلمها جيم ديفلوبمنت، انك كيف تصنع العاب. فدي فرصة لنا احنا نطور من نفسنا ونتعلم حاجات جديدة. ممكن نتعلم عن الكورونا، نخش اونلاين نقرا عن الكورونا ونوجه طاقتنا في انه نوعي الناس عن الكورونا عشان يكون احنا عملنا دور ايجابي. حاجه نموذج اخر، نحفظ الوثيقه الدستوريه، نراقب الفتره الانتقاليه. عارفين الفتره الانتقاليه فيها مشاكل كثيره جدا، نقدم مشاريع وحلول تكون حاجه قيمه نفيد بها الناس ونمشي بها لقدام. ممكن يكون عندك مهاره معينه، وجه
زمن، ساعة من الزمن عن طريق الوسائط المختلفة، شارك مهارتك دي مع الشباب، جروب الواتساب بتاع الشباب بتاع لجنة المقاومة، لجنة الخدمات، جروب العائلة، فيسبوك، الحاجة اللي انت بتعرفها شاركها مع الناس. نعلم الأطفال الصغار برمجة، حاسوب وغيرها من البرامج. ممكن نزرع جوا البيت، نقرأ كتب، خلونا نتواصل مع الهوايات اللي احنا نسيناها. نحن الفترة اللي فاتت دي كلها يا جماعة انشغلنا بالوسائط ونسينا حاجاتنا الحقيقية. نرجع تاني كتابة الشعر، القصة، نعمل نادي لمخاطبة تعلم اللغة الإنجليزية، المطارحة الشعرية. خلونا نقرأ عن الدعم النفسي، كيف أنا ممكن أدعم مريض الكورونا نفسيا، أرسل رسالة تلفونية لمرضى الكورونا اللي أنا بعرفهم، أتكلم مع صديق أو صديقة محتاج دعم نفسي أدعمهم. دي كلها حاجات قيمة وبتخلينا نستفيد من زمننا بطريقة صحيحة. ممكن نتعلم حرفة جديدة، نصين عندك الفرن الكهربائي في البيت، الثلاجة، العربية، دي حاجات كثيرة مفيدة أنت ممكن فعلا تستفيد فيها من زمنك وما تحسوا بالقفلة بتاعت البيت. فيها أفكار كثيرة جدا، دي على سبيل المثال وليس الحصر. لكن خلونا أول حاجة نتفق على حاجة واحدة يا جماعة مبدئيا، إنه لازم نحن نقعد في البيت، نوقف كل النشاطات الجماعية، فطور رمضان، شراب القهوة مع الجيران والجارات، الكشتينة، التجمعات قدام الأبواب وفي الأحياء، فطور الجماعي في الميادين، وما نطلع إلا للضرورة القصوى. ولو طلعنا نلتزم بالتباعد الاجتماعي، نلتزم بلبس الكمامات وحماية الأنف. زي ما قلت يا جماعة، خلونا نتذكر إنه أحسن نضيق من قعاد البيت لكن ما يضيق تنفسنا، وأحسن نسهج ولا نحن قاعدين في البيت ولا نسهج ونحن قاعدين في العزل. ومن هنا بنقول للمحاربين في العزل إنكم ستهزموا الكورونا. عندي طلب تاني منكم، أرجو منكم خلونا نتفق الليلة أي واحد فينا يصل 10 أشخاص يوعيهم عن الكورونا، اطلب منهم يقعدوا في البيت، اطلب منهم التباعد الاجتماعي وما يطلعوا إلا الضرورة القصوى، اطلب منهم الحفاظ على أهلنا الكبار، واطلب من العشرة ديل إنه يوعوا 10 تانيين. نحن لو عملنا الحاجة دي، أنا لو عملتها أنا حاصل 10، العشرة حيصلوا 10، حيصلوا 100، حتبقى 1000، حتبقى 10000، حتبقى مليون، وهكذا. فتكون التوعية، خلونا اللي نتفق على الحاجة دي إنه أي واحد فينا يصل 10 ويطلب منهم يصلوا 10. نحن نصبر على اللوك داون وعلى القفلة دي، لأنه عايزين السنة الجاية نكون نحن تامين ولامين. ربنا يشفي مرضانا ونوصل لهم أصوات المحبة والدعاء. ربنا يحفظ الكوادر الصحية، لهم التجلة والتقدير والاحترام، لأنه شغالين في أصعب الظروف وهم خط دفاعنا الأول، متعرضين لخطر الفيروس أول الأشخاص. ربنا يرحم شهداء المرضى اللعين، نحسبهم نحن في الجنة ومن الشهداء. نحن يا جماعة الكورونا علاج التوعية، لو اتفقنا ننفذ الحاجتين اللي أنا قلتهم لكم ديل، أنا أقول لكم إنه نحن حنهزم الكورونا، حنلتقي مجددا في الساحات والميادين والملاعب والأندية وفي كل مكان. حنلتقي، حنحتفل بإنه إحنا هزمنا الكورونا، وإنه نحن بوعينا ووحدتنا قدرنا ننتصر عليها، وحنقدر نكتب التاريخ ونقول لأحفادنا إنه إحنا صنعنا ثورة عظيمة. وجاءت فترة انتقالية كانت مليئة بالتحديات، مليئة بالمشاكل، لكن إحنا هزمنا كل هذه التحديات وحتى الأوبئة والجوائح، وإنه إحنا انتصرنا وبنينا السودان الذي نحب. أبقوا 10 على بعض، وكل عام وإنتوا بخير. شكرا جزيلا. ونرحب ببطلنا الهمام، زميلي العزيز دكتور أكرم، كمان نعقب له حتى سوري عملنا كارثة شكله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مواطني الأعزاء، أهلي السودانيين، مساء الخير، إن شاء الله يا رب تصوموا وتفطروا على خير باقي رمضان ده كله. أشكر الأعزاء دكتور الأستاذ الرشيد سعيد وكيل وزارة الثقافة والإعلام، والأخت الأستاذة العزيزة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة على كلام المهم دي. داير أتكلم معكم الليلة عن حاجتين ثلاثة. أولا، للأسف الشديد في 24 ساعة اللي فاتوا
تسجلت 100 إصابة جديدة، 100 إصابة جديدة. يعني بقينا حسة العدد الكامل من يوم 12 مارس لغاية الليلة تقريبا 7 أسابيع، بيقوا عندنا أكثر من 650 مريض. نحن بالنسبة لنا أولا من ناحية مصدر المعلومات عايز أأكد عشان ما أنسى، يعني نحن بقينا عشان في بعض الناس بيطلعوا إشاعات غلط، في ناس بيقوا بيزوروا البيان اللي بنطلعه، ونحن كان تعميم صحفي بسيط، بقينا حسب بنطلعه في ورقة مروصة بتاعت وزارة الصحة الاتحادية مختومة وموقعة، وبتنزل في الأول في الموقع الإلكتروني بتاعنا وصفحتنا في الفيسبوك، حتى بعد ذلك بتطلع دي المعلومة الموثوقة. أي حاجة تانية يجيكم من حتة أو إشاعة وكده لو ممكن يتجاهلوها، إن شاء الله نقدر نتولى أمرهم الناس بيطلعوا في الإشاعات دي. الغرض بتاعهم خليكم منه، الغرض بتاع إنه الحكومة فاشلة، الغرض بتاع إزاعة الزعر في المواطنين، دي كلها حاجات أغراض موجودة زي ما عارفينها نحن، لكن نمشي لقدام بالمسؤولية والوعي ذكرتهم الأستاذة. ولا نحن بالنسبة لنا الوباء دي ولا حتى بدينا نقلل منه، لأنه الأرقام زي ما شايفينها على مدى الأسبوع الفات ده ماشية زايدة. بنتوقع نحن لو ما حصل التزام قوي جدا من كافة المرافق تحت الدولة في الحزم في الإغلاق الكامل وفي توصيل المعينات بتاعت للناس اللي بتخليهم يمرقوا عشان يفتشوا معايشهم، ولو ما حصل التزام كامل بكل التدابير اللي قلناها بتاعت وقف التجمعات، وما حصل التزام كامل بنوع التدابير الشخصية والسلامة الشخصية اللي قالت الأخت الأستاذة ولاء، فنحن للأسف الشديد حنصل للألف نهاية الأسبوع ده الجمعة دي. بنقول لا سمح الله، طبعا بنقول لا سمح الله، لكن ده اللي احنا شايفينه حسه مع التزايد الشديد دي 100 حالة في اليوم. العدد بتاع الوفيات أقل، وده معناها الكوادر الصحية الممتازة الما لاقي بنزين تصل بيه، الما عندها أي وجبات تفطر بيها، اللي ما عندها ترحيل منظم تنظم لها في ولايات كثيرة، واللي لسه بيتم الاعتداء عليها وشتمها وتهديدها في مرافق كثيرة، معناها الكوادر دي شغالة شغولة لوجه الله والرسول والالتزام منهم للمريض وللمواطن وشغالين شغولهم صح. نحن برضو مرة تانية في وزارة الصحة الحياة اللي عندنا نحن لازم نصلحها، مرة تانية أكرر لازم نصلح إدارة الاستجابة تكون أسرع في كل الولايات لما يكون في بلاغ عن زول عيان، الطريقة اللي بتعمل بها الإدخال بتاع المريض، تحويل المريض من مرفق لمرفق، المسألة بتاعت عزل المريض، علاج المريض، كلها إن شاء الله شغالين فيها ليل نهار، وإن شاء الله لغاية الأسبوع الجاي نقدر نكون عالجنا جزء منها أخطاء الإدارة والتنسيق دي. لكن المواطن برضو عنده دور والدولة برضو عندها دور، من المهم جدا جدا نكون عارفين إنه صح الحظر قلنا 21 يوم الإغلاق الكامل 21 يوم، لكن إحنا 21 يوم دي ما كان في إغلاق كامل، الإعلان طلع خطأ ما كان عليه إجماع بتاع إنه تكون في 6-7 ساعات حقة سماح خلال اليوم، استمر فترة أكثر من اليومين ثلاثة اللي أعلنوا فيها كان زول اللي أعلنوا. فنحن لا وارد جدا واحتمال كبير نمدد الإغلاق دي، وعايزين نمدده عشان الأسبوع الجاي لو وصلنا 1000 يوم الجمعة ولا السبت ده، الأسبوع الجاي ما نكون ماشيين بازدياد طوالي ونصل ل2000. نحن يا جماعة في محدودية شديدة جدا لعدد المرافق اللي ممكن تعالج الناس، انتوا عارفيننا نحن كنا في خطة في نص خطة إسعافية عشان تعيد تشغيل المرافق الصحية للعلاج العادي وللوقاية العادية لما جاءت الكورونا دي الشهر قبل الفات. فممكن تتخيلوا الليلة ممكن الناس الكوادر الصحية والمرافق الصحية في السودان قدر شنو تعبانة عشان تقدر تعالج ده وتعالج الثاني. وضعنا بتاع الدواء لسه هتكلم عنه حسا، الوضع عموما غير مشجع. حاجة الوحيدة اللي بتشجعنا لما نسمع كلام بتاع انه
في التزام أحسن بالتوجيهات حقة الإغلاق، وأنا شخصياً شايفها وقاعدين نسمعها من التقارير. لما نسمع الدرجة بتاعت الوعي والالتزام القوي من الكوادر الصحية، حتى لما نسمع مرات من بعض الناس منتسبي النظام السابق اللي كان فيهم واحد طبيب عمر البشير شخصياً طالع بيتكلم وبيطلع في إشاعات إنه أطباء جبنة وسابوا المحلات ومرقوا، أتحدى أي واحد فيهم من ناس النظام الفات يورينا إنه هو كان بيعمل في شنو لما الناس كانوا سوار ويموتوا في ميدان الاعتصام. وأتحداه وزراءه اللي كان بيدين لهم بالولاء وعمر البشير بتاعه كان بيعمل في شنو قصاد الوباءات دي. وأتحداه الليلة يمشي يشوف الأغلبية العظمى بتاعت كل الكوادر الصحية أطباء ممرضين معامل بيشتغلوا قدر شنو عشان ينقذوا المواطن، وبالدليل الشكل الواضح بتاع إنه حالات الوفيات الإصابات ماشية زايدة، حالات الوفيات تقريبا في حد أقل وأقل من المعدل العالمي في بلد زايدة، في بلد خليتوا لنا أنتوا ناس عمر البشير بالطريقة دي، أنتوا ومامون حميدة عمر البشير وغيركم. دعنا نأجي حصل حاجة مهمة جدا حصلت الليلة أو امبارح. أغلق واحد من المصانع المهمة جدا للصناعات الوطنية للدواء، مصنع أمي فارما، أبوابه احتجاجا على التزعيرة، احتجاجا على إلغائنا للتزعيرة اللي كان طلع بها مجلس الدواء والسموم مع المصنعين المحليين. دار في الأول أتكلم عن المبادئ والرؤية. المبادئ والرؤية هي إنه نحن في الحكومة دي دارين وفرة بتاع الدواء، دارين جودة بتاعت المنتوج ذاته بتاع الدواء تكون أدوية جيدة بتعالي، ودارين إنه السعر يكون معقول. دارين نحن في معقول دي في المرافق الحكومية الدواء ده دارين نمشي نحو إنه يكون مجاني، وقعدنا عملنا لجان ودربناه وحصة في الميزانية دي إن شاء الله لغاية نهاية السنة نقدر نطبقها. لكن كمان في القطاع الخاص وفي الصيدليات الدواء التجاري ذاته عايزيننا برضو يكون معقول. فما ممكن أنا قصاد المبادئ دي اللي افتكر كلنا اجمعنا عليها نحن والمصنعين والمستوردين بتاعين الدواء، وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة، وبنك السودان، اننا نحن نجي ونشوف انه الدواء المحلي تتعامل له تزعيرة للمواطن ده إلقاها زادت لأكثر من 100% من السعر اللي كان موجود. نحن ما بنقبل حاجة زي دي، ولازم نشوف لها علاج. المشورة والشورى مستمرة، عملنا ورشات عمل، عملنا اجتماعات مع المصنعين، قعدنا في مكاتبنا نهار ومساء. مشان وقابلنا السيد وزير المالية كتر خير واستضافنا مرة، عملنا ورشات عمل كبيرة معاهم قبل حوالي شهر. تكلمنا عن المبادئ الأساسية. واحدة من المبادئ دي مهمة جدا بالذات للشركة بتاعت أمي فارما والرأسمالية الوطنية في السودان. أمي فارما وغيرها من الشركات من الرأسمالية الوطنية اللي كان بتنتج الدواء لما كان العالم العربي والعالم الأفريقي ما بيعرف صناعة الدواء، وما شاء الله عليهم التزموا بالجودة تحت المنتج بتاعهم، وصار المنتج بتاعهم طلب عليه عالي حتى في الدول المجاورة. احنا بنحيي هذه الرأسمالية الوطنية وبنحيي شركة أمي فارما وكل العاملين فيها وكل الملاك بتاعين كل المصانع اللي بتوفر الدواء الجيد بالسعر المعقول للمواطن السوداني. في السياسة الصيدلانية بتاعتنا اللي هي بتشمل مكونات كثيرة ما داير ادخل فيها حسا، تنمية الصناعة الوطنية من أهم أهداف ليس فقط وزارة الصحة الاتحادية بل حكومة الحكومة المدنية الانتقالية كلها، وتثبتت الحاجة دي في كل المواثيق والأدبيات والقرارات بتاعت حكومة الحكومة المدنية الانتقالية في السودان. نحن ما حنرجع من الدعم ده. الدعم كل ما ضاقت الحاجة في زمن زي ده مشت شركات كثيرة للحكومات حقاتها في بريطانيا وفي غيره، قالت لهم ممكن تعملوا شنو عشان نحن نقدر نكون عندنا الحد الأدنى عشان نستبق العمال بتاعيننا والموظفين والمهنيين والصيادلة. الدعم حاجات نحن دارين برضو نحاول ندي منها رغم انه شح الموارد الموجود في الدولة حسا ما بيمكننا من كل شيء. شركات المنتجة للدواء قالت تكلفة كبيرة جدا وإعاقة للإنتاج عندهم هي الوقود والطاقة، طلبوا 3000 برميل بتاع جازولين، وطلبوا تخصيص خطوط بتاعة كهرباء معينة للمصانع بتاعتهم عشان تشتغل. استجبنا طوالب الآتي:
واحد، الدواء سلعة استراتيجية من السلع، والإنتاج بتاعها والمصانع بتاعتها من السلع المعفاة من كل الحظر الموجود ده. دارين نحن نفعل الحاجة دي ونشتغل في شراكة مع شركات الدواء عشان نقدر نعرف يا تخط ويا تمصنع ويا تجازولين نديه لمنو وكده عشان نكفيهم الحاجة بتاعتهم دي. ليس فقط بالسعر الرسمي بالمناسبة، يعني الدرجة بتاعت التزام الدولة إنه ممكن حتى أقل من السعر الرسمي بتاع الجازولين والبنزين، ما بالتزعير حتى تحت تشتريها وزارة الصحة. نمرة اثنين، كتر خير السيد وزير المالية في السياسة المالية تحت الدولة السودانية حاليا للاستجابة لوباء الكورونا واضع في الحسبان إعفاءات ضريبية، إعفاءات من الزكاة لكل الشركات المنتجة للدواء والسلع الاستراتيجية الثانية زي الغذاء والأكل. الحاجة دي مهمة جدا جدا، نقعد نفعلها نشوف قدر شنو وكم ولمدة كم الإعفاءات الضريبية دي. بل السيد وزير المالية كتر خيره برضو مش أبعد من كده، قال نحن زي ما بيحصل في دول كثيرة موجودة بتحاول تخفف من وقع الاقتصادي بتاع الأزمة على قطاعات استراتيجية محتاجة لها عشان تعالج الأزمة زي صناعات الدواء والغذاء. قال لو حتى عندهم ديون على بنوك ممكن الحكومة تضمن هذه الديون بحيث إنه يكون في إعفاء إنك ما تدفع الديون دي لفترة عشان تقدر تستمر تنتج. ولسه دايرين نقعد بأشياء زي دي تخطط كمبادئ وكرغبة من الحكومة وكنية. نفتكر إنه الحل السليم إننا نقعد مع بعض نشوف الدواء ده تكلفته كم لما اشتريته ب47.5 للدولار وحس السعر الرسمي 55. عندكم متطلبات عارفينها 120 مليون دولار في السنة وما قاعد بنك السودان ما قادر يديكم لها بالدولار كاش مباشرة، وكلمتونا بمشكلتكم بتضطروا تمشوا تشتروها من السوق الأسود بمية وشوية ومية وشوية للدولار. عندنا مشكلة 10 مليون في الشهر دولار صح؟ نقعد مع بعض مع وزارة المالية مع بنك السودان لعشر مليون دولار في الشهر زائد كل المدخلات الثانية اللي عايزة تقدمها الدولة عشان تسهل لكم الإنتاج، بتقدروا تشتغلوا ولا لا؟ وعلى هذا الأساس نبدأ بعد ذاك التزعير، نبدأ بالنقاش من التكلفة كانت كم حقت إنتاجك بعد كل المدخلات دي، تكلفتك حتكون كم، ودواك كميته قدر شنو قاعد جوا السودان، مدخلاتك اللي عايز تجيبها من برا بعشر مليون دولار حتتقدم لك من بنك السودان إن شاء الله لما نقعد مع بعض. دي في النهاية بتقدر خليك تنتج دواء بيتسعر للمواطن عشان المواطن ده هو اللي بيهمنا نحن في النهاية، والعلاج وشفاء المريض هو اللي بيهمنا كلنا وبيهمكم انتوا برضو كمصانع كرأس مالية وطنية. بكرة يوم الأربع إن شاء الله أنا حأصدر قرار من وزارة الصحة الاتحادية أدعو فيه مجلس الدواء والسموم، السادة الكرام منتجي الدواء ومن يمثلهم بلجنة التسيير، نقعد مع بعض نتكلم عن المعادلة ذاتها هي شنو بتاعت التزعير، وعايزين نحن منها سأقول لكم عشان ما أقولوا موقف تفاوضي وكلام زي ده. هنبدأ بحتة بتاع سعر التكلفة، ونبدأ بأنه الالتزامات الحسنة على القطة دي، الطاقة، إعفاءات الضريبية، إعفاءات تحت الديون دي بتخليكم تقدروا تستحملوا قدر شنو عشان تنتج لي الدواء بالزيادة حقة الفرق حقة 8 جنيه حصلت رسميا في سعر الدولار، لكن في نفس الوقت مع ربح معقول، وفي النهاية بتوصل لي الدواء المعين ده للمواطن قدر شنو. ده الأمل وده العشم، وأنا متأكد إنكم كآبائكم وأعمامكم وجدودكم البدو الصناعة الوطنية الهامة دي دائما قلبكم على الشعب السوداني وعلى الناس اللي بتشغلوهم من الشعب السوداني اللي هم برضو بيهمونا، دايرينكم شركة أمي فارما وكل الصناعات الوطنية للسلع الاستراتيجية تستمروا تنتجوا. وده الديدن بتاع الحكومة دي لما الناس شككت وراهنت على فشلة في إنها تعتمد على ذاتها، هذه الحكومة قدرت تسيطر على إنتاج القمح كله بتاع المخزون دي، والحكومة عمرها 8 شهور بس بدل الجعجعة بتاعت ناس عمر البشير بتاعت ناكم مما نصنع ونزرع والكلام الفاضي. عشمنا إنه برضو في قطاع الدواء نقدر نقول هنقدر ننتج ولسه نستمر ونطور وننتج ونصدر لدول كثيرة موجودة بتهرب لها الدواء حس حاليا، نقدر نحن ننتج الحاجة اللي بتكفي المواطن السوداني وفرة وجودة ويقدر تكون في متناول يده حتى في الصيدليات الخاصة. القرار اللي حطلع بكرة والدعوة على الأقل هنطلعها بكرة هتكون دعوة ليكم انتوا كمنتجين للدواء، هتكون دعوة أيضا لمجلس الدواء والسموم
ومدير عام الإمدادات المركزية والسيدة الوكيلة، وحندعو أيضا مسؤولين من بنك السودان، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، عشان يتفضلوا يكونوا قاعدين معنا ونقعد نحن نشوف في خلال من الليلة لغاية يوم الأحد القدامنا ده نكون طلعنا بشيء نتوافق عليه يديكم أنتوا الشكل بتاع يغطي لكم ويقلل لكم كمان، مش يغطي بس يقلل من تكاليف الإنتاج اللي عندكم بوعد مكتوب من الحكومة، ونمرة اثنين يقدر يساعدكم في أنكم تقدروا تنتجوا وترجعوا تاني مرة تانية تساهموا في أنه توفير الدواء في السودان. مرة أخيرة أقول ما بيسرنا السودان يكون كل الدواء الموجود فيه في السوق مستورد، وما بيسرنا أبدا أنه يكون المستورد سعره أقل من المنتج. إحنا معاكم في الحرب دي وكلنا خندق واحد، تعالوا نمشي لقدام ونتقدم. أشكركم مواطنين الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.